نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل بامبل. هناك حدث خطأ ما هناك حدث خطأ ما أعيد المحاولة مرة أخرى. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق بامبل، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق بامبل تفيضنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم بامبل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.